شو هالرسالة العظيمة؟ امهات اطفال كرة اس او اس، حاولنا نتحد ايد بايد نحن وياهم واطفال كرة اس او اس خلال هالشهر من خلال الحملة يلي قمنا فيها بعالم الصباح مع فقرة ارض ورد مع كندا. اليوم رح نختمها مع لقاءات حلوة مع الشباب الموجودين معنا، الاخوة بكرة اس او اس، وطبعا موجودين معنا الام ريتا رحيم تحكي لنا عن هالتجربة وعن تجارب ككل. ارض ورد مع كندا. صباح الخير كندا، هابي نيو يير. وهنا عدالك هابي نيو يير للجميع، مدام ريتا هابي نيو يير، وكمان لسبيرو والاطفال كلهم ينعاد عليك هابي نيو يير. شو بك هلا؟ ميرسي. اوكي اليوم جوزيف مثل ما قلت رح نختم الحمله يلي كنا بلشنا فيها من شهر، وكانت عباره عن شو طول حبيت انه يشاركوني فيها كره اطفال، كره الاطفال اس او اس، لحتى هن يزرعوها بايديهم يزينوها على طريقتهم، وكانوا عباره عن هدايا عم تنعطى لاشخاص حابين هن كمان يساهموا او يصيروا اصدقاء لهالاطفال هيدول. والحمد لله اللي فيني اقوله انه كانوا المساهمين كتار، وكان الكرم كمان موجود ووافر، وكانت الحملة ناجحة كتير. وحبيت اليوم انه ننهيها باستضافة احدى العائلات يلي موجودة بكرة الاطفال لحتى نحكي معهم اكتر عن العيد، عن كيف هنن بيعيدوا على طريقتهم، وكيف بيعملوا كل نشاطاتهم بعيلة فعلا حضنتهم. ورح يكون معنا ريبورتاج كمان أكيد طويل عن القرية وعن القرى وكيف كيف عم يصير فيها النشاطات والاحتفالات. صحيح. داخل القرية. صحيح. نعم. بالبداية بدي أقول لك صباح الخير ماما ريتا. صباح النور. ينعاد عليك وعلى أولادك أول شيء، وعلى الجميع إن شاء الله السنة بتكون سنة خير وسنة محبة للجميع. ميرسي، ينعاد عليكم. بدي لك يعطيك العافية. ميرسي. اسم الله الأولاد بجننوا وحلوين كتير، وهيك كلهم فرح، كلهم حياة. مشكلة. لفتتني ماما ريتا انه عندها خمس شباب وصبية، قلت لها ليه ما عدلتيهم؟ قال ثاقبت هيك وهي مبسوطة فيهم هيك. الله يخلي لك اياهم. بالبداية ريتا بتخبرينا شوي أجواء العيد كيف بتكون بعائلتكم بفيلاج اس او اس؟ قلتي لي عائلتكم، نحن هدفنا العائلة بالاس او اس، هدفنا العائلة. وبالعائلة عندنا بنبلش اول شيء بنجيب نحضر لنا تيبون، بنحضر السابان، بنزين البيت، بنحضر حالنا لنوال، بنحضر حالنا لاستقبال يسوع يعني. وبعدين بنصير نبلش نشوف كل ولد شو عباله كادو وشو بيطلب من بابا نوال، شو بده. وعشية قبل ما يناموا بيصلوا بيطلبوا من بابا نويل شو بدنا. حلو كتير. وبس بابا نويل هو بيعرف لأنه بيسمعنا، بيعرف شو بدهم. ونهار العيد بنعمل غدا كلنا سوا وبنحتفل بالغدا كل القرية، لأنه نحن عائلة وحدة. نحتفل كلنا بغدا ومنحضر كلنا سوا، الاميات بتشترك مع بعضها والاطفال كلها مع بعضهم، وبيجي بابا نويل وبفرق لهم كادويات. هيدي ما عدا المحبين والاصدقاء اللي بيجوا لعنا دائما وزارونا بهالعيد الحلو، الله ينعاد على الجميع، وجابوا لهم كادويات. واهم شيء الفرحه المعنويه اللي قدموها للاطفال. اكيد اذا بتحس الطفل مبسوط عم بيجي لعنده ناس، عم بيجي حدا يهتم فيه، يعني مش بس المادة اللي بيفرحوا، بتفرحهم كتير زيارة الأشخاص، زيارة المحبين، زيارة الرفقة، أصدقائهم يعني. أنا عندي حشري دايما أعرف، هل دور الأب بتقومي بدور الأب والأم، ولا في رجل بيعودوا لإله بيرجعوا لإله بالقلب؟ نحن بالعائلة الطبيعية في أب وأم. نعم. ما ممكن الأم تقدر تاخد دور الأب. نعم. أنا هون بدي وجه تحية لأب القرية اللي هو عمو جوزيف السويدي، وبقول له ينعاد عليك ألف عيد يا رب، والله يخلينا إياك ويطول عمرك، لأنه هو أب القرية. نحن عم نحمل خمسة وستة وسبعة أطفال، هو عم بيحمل القرية كلها. صحيح. هو الأب، أنا علي أعطي عاطفة، أعطي حنان، أعطي محبة، أحميهم شو بدهم بالبيت. وعمو جوزيف هو اللي بيقرر، اللي إذا عندنا شيء بنسأله، هو الأب الروحي للقرية. الأب الروحي اللي هو اللي بيقرر وهو بيساعدنا بكل شيء، وشو بدهم دغري بيجوا للبابا، شو بدنا بنسأل البابا.
نعم كريستوفر كندو رح نستأذن منك نشوف الريبورتاج نرجع ننتقل لعند اوكي بس لنقول انه الريبورتاج هو عباره عن النشاط يلي صار خلال هيدا الشهر يلي هو كيف هالولاد اشتغلوا الشطول كيف زينوه على طريقتهم بالفيلاج تبعولهم وبعدين انبعتوا لحتى كنا قدرنا انه نقوم بالحمله على مدار هالشهر بنشوف سوا ديكوريشن كمان يعني ديكوراسيون للبلانت بدنا نزينها للبلانت كمان نحطها ببو حلو نزينها ونحط عليها اكسسوار تبع نويل وبعدين نعمل لها امبلاج حلو حتى نبعتها بعدين حدا يشتريها مين حب شو بدنا نعمل؟ انا حبيته؟ مين ما حب الفكره؟ ما حب اوكي برافو. يلا يلا عدى اولاد اشرح لكم شغله هي شو الفكره في عنا موديلين بدنا نعملهم هيدي رح تنحط ببو مثل هيدا وبعدين بدنا نحط روبان حلو عليه ونحط فيها ديكوراسيون لنويل كل ولد بنقي الديكوراسيون يلي بده اياها هيدي اول شغله هيدي الشجره اوكي رح اعطيك وحده لها هيدي ورح اقول لك بشو بدنا نزرع نحطها هيك شوف رح نحط حدا شتله ثانيه كل واحد بنقي شو بده يحط صغيرة شوف شو بيطلع حلو مع هيدا البول احمر حلوين ولا لا؟ ايه نعمل هيك وبعدين عم نحط فيهم زينة تبع نويل البلانت تبع الين خلصت وحطينا لها الامبلاج وكل شيء رح ناخذها على البيت لفوق ونزين فيها اوكي حبيتوا الشيء اللي عملناه اليوم؟ ايه كان حلوين كلكم مبسوطين انه زرعتوا وزينتوا اوكي انا بدي اعيدكم كلكم وقلكم ميري كريسمس كندو عن جد يعني الله شو بيقولوا يكون بعون كل شخص بحاجه لايد العون نحن حاولنا نمد ايدنا على طريقتنا الخاصه ونجحنا الحمد لله
ان شاء الله ان شاء الله. على قليل بنكون يعني بصمه تركناها، ومش هذا المهم، مهم انه نشارك ونعطي فرحه يلي بنقدر انه نعمله عملناه. انا باخر هالحمله بتشكر كل يلي ساهموا، كل يلي اتصلوا، كل يلي بعتوا حتى كومنتس على الفيسبوك، او كل يلي ساهموا ماديا ومعنويا بهالحمله هيدي. بدي اتشكر اكيد فريق العمل يلي اشتغل معنا، بالاخص البروديوسر رويدا كرم يلي اشتغلت من كل قلبها، وبدي اتشكر اكيد اكزوتيكا وبونزاي يلي قدموا لنا شطول، ويلي لولاهم ما كان صار هالمشروع هذا. وبدي ارجع لعند الشباب هون، في معنا سبيرو، كريستوفر، لوركا وحميد، اربع شباب. انا صار عندي صديق جديد اللي هو سبيرو. بدي اساله انا اول شيء، سبيرو انت قلت لي ماما انك شاطر بالمدرسه، مزبوط؟ اي مدرسه؟ مشموشه. بس انت وحدك بالبيت عايش، ما عندك اخوه؟ بل. كيف؟ مين عندك اخوه؟ وينه؟ يانا عند اهله. طب قل لي مين اللي لكن اخوتك؟ بول، اطوان، مايلا، كريس، لوركا، وانا. خمس بين وبنت. ومين ماما؟ ريتا. هي مع العائله كمان. حبيبي هون كريستوفر، خبرني شو اجاك هدايا على نوال؟ هدي بتاخذ الميكرو بتحكي؟ ايه، شو جاب لك بابا نوال؟ اوصل من الشام. اوه حلو. بعد في شو كمان؟ وتياب. وتياب؟ اوكي. وصباط. اوه حلو كتير. اها. شو كمان عم تقول ماما ريتا جاب لك دربكة؟ هيدي امي اللي جابت لي الدربكة. لانها بتعرف انه بتحب. ايه بدق حلو؟ امه البيولوجية. اوكي. اجت زارته جابت له الدربكة معه. اها، وانت بدق حلو على الدربكة؟ نعم. حلو حلو كتير. ولوركا شو اجاك كادويات؟ فرد وجالي مثل كريس خيي اول شيء. اوكي اوكي، انبسطت فيهم؟ ايه. وحميد اجاك كادويات كمان؟ اجانا كتير كتير اشياء. مثل شو؟ اجانا كتير اشياء كتير اشياء، انبسطت فيهم؟ هول من اللي انت بدك اياهم؟ اجانا كتير كادويات، ومن هول كادويات جمعنا شوي منهم للاولاد يلي ما طلعوا لهم هدايا. برافو عليك. برافو حميد. مش بس انا يعني، هي بالاساس. برافو. وسنت الجاي انتوا طلبتوا اشياء؟ يعني مثلا كتبت على ورقه شو الكادويات يلي بدك اياها وطلبتها من البير نويل، ولا كيف الكادويات وصلوا لك؟ لا، انه هيك نحن بنكون قايلين لهم قبل ما. اوكي اوكي. وفي اشياء سنت الجاي هلا بلشت تفكر شو بدك لسنت الجاي؟ حتى نعيش لسنت الجاي ان شاء الله. سبيرو؟ ان شاء الله. خبرني شو بتعمل بالنهار مع ماما ريتا وبالبيت مع اخواتك؟ بس الصبح نقوم نلبس ثيابنا، نفرش اسناننا، نتروق، نفتح البلاكر والشبابيك. بالليل كمان مثل، بس ما بنفرش اسناننا. نحضر تلفزيون. يلا اتركوا يا خيي يحكي، كمل. قول لهم نحضر الشرشادي. قول له بتشوفوا الشرشادي؟ شادي؟ ايه شفتوها؟ اوكي. بيعمل اشياء طيبه شيف شادي. اوكي. شو تعلمت تعمل؟ على المايك. قول قول. ايه؟ الاكل. اكل؟ سلاد فروي عم بيقول لوركا؟ ايه؟ وشو كمان؟ دجاج. والله اخذت الروسيت من عند شيف شادي؟ انت ولا ماما ريتا؟ انا. كفر شعر. ايه حبيبي شيف شعر. برافو عليك، برافو عليك. ليك وشو عاملين هالسنة هلا على راس السنة؟ اليوم اخر نهار بالسنة، سهرانين ولا بتناموا بكير؟ لا سهرانين. اوكي. بالبيت ولا بكل الفيلاج؟ لا مش كل الفيلاج هون. اوكي.
انا بدي بوسكم وبوس كل الاطفال كره اس او اس كندا ونقول لهم ان شاء الله نكون قدرنا نمد ايد العون بشكل صحيح وسليم ودائما نحن حدكم. بدي اشكرك مدام نتا وكل امثالك مسيلاتك طبعا بكره اس او اس. بدي اتمنى لكم كمان ان شاء الله تكون هالسنه سنه حلوه كثير، بدكم كلكم شاطرين كثير بالمدرسه ما تعذبوها لماما ريتا اهم شيء. اوكي شكرا لك مدام ريتا. بدي اقول لكم ميرسي كثير على المبادره الحلوه اللي قمتوا فيها، وانا بدوري كمان باسم الاس او اس بدي اشكر كل اللي ساهموا وساعدوا هالاطفال هيدي، ومتمنى لهم عيد سعيد ومبارك على كل الناس، وان شاء الله ما بيبقى ولا طفل منه فرحان. يعطيك الف عافيه. طبعا ما فينا نعتبر اطفال كره اس او اس هن اطفال محرومين، انه اطفال محاطين بامهات وبي عم بيعطيهم القوه والام عم تعطيهم الحنان. نحن بنتمنى لكم توفيق، هابي نيو يير للجميع لكل الجمعيات واللي عم كمان عم بيعطوا رساله مهمه ونادره مثل هالرساله. وقفه بسيطه وبعدها بنعود نحن وياكم مع اولادي بالدنيا مع مايا والنصائح كيف نتعاطى مع اولادنا بهالسنه الجديده.